إلى جامعة جنوب الوادي. ناقش مجلس جامعة جنوب الوادي برئاسة دكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة. ناقش استعدادات الجامعة لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2022-2023. نتابع التفاصيل في تقرير الزميل محمد همام. أنهى الجامعة جنوب الوادي استعداداتها لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022-2023 لجميع كليات الجامعة، والمقرر انطلاقها بعد غد في 28 من هذا الشهر، حيث تم إعلان جداول الامتحانات بجميع الكليات وتوفير الملاحظين والمراقبين وإعداد خطة شاملة لانتظام أعمال الامتحانات وتشكيل كافة لجان الكنترولات والإدارة بما يضمن انتظام سير العملية الامتحانية طوال فترة انعقادها. تبدأ الامتحانات بإذن الله تعالى في 28/12 وتنتهي 25 يناير. خلال الفترة دي امتحانات كل الكليات تكون انتهت بإذن الله تعالى. بالفعل احنا ابتدينا في وضع الجداول الامتحانية، وابتدينا ندرس الإمكانيات المكانية ونجهز الموارد البشرية التي سوف تغطي العملية الامتحانية بأكملها. انتهينا من امتحانات نصف الفصل الدراسي الأول والعملية منضبطة تماما. غالبية الامتحانات بنفس النظام، نفس نظام البابل شيت أو الاختيار من متعدد، ما عدا الكليات التي لم تنضوي في هذا النظام، قطاع جزء من قطاع الإنسانيات والقطاع الطبي بأكمله، هو الكليات التي تحتاج إلى عمليات حسابية معقدة أو تحتاج إلى إجابات مطولة، ما زالت بعض الأجزاء من الامتحانات فيها أجزاء مقالية. يمكن الحمد لله رب العالمين العملية التعليمية على أكمل وجه ومنضبطة تمام الانضباط. برضو ما زلنا بنراعي الظروف الاحترازية في لجاننا، والدنيا يعني كل شيء مرتب ومعد بالفعل لإجراء العملية الامتحانية بإذن الله تعالى. كل اللي بنرجوه من الطلاب التركيز والاستذكار الجيد والاستعداد الجيد للامتحانات، وكالعادة بإذن الله تعالى تمر الامتحانات وتؤدى في ظروف تليق بطلابنا وتليق بجامعتنا، لأننا احنا بادئين الاستعدادات مبكرا وجداولنا سوف تعلن مبكرا للطلاب بحيث يبقى الطالب عنده فكره ترتيب المواد الامتحانيه اللي حيمتحنها ايه، وبرضه بنخير طلابنا في المدى الزمني للامتحانات، يعني يفضل الماده ايه يوم ايه ويفضل الماده ايه بتاريخ ايه، على اعتبار ان الطالب برضه يبقى له حق في اختيار الايام الامتحانيه المواد الامتحانية وترتيبها في الجداول. فبالتالي احنا بنعمل الجداول الامتحانية للطلاب وتعرض أسبوع على الطلاب، والطلاب يتناقشوا مع بعض ويقرروا في المناسب لهم، وبنعدله وتعلن الجداول في معاد مناسب للطلاب بعد الاتفاق عليها. فبالتالي احنا بالفعل احنا مستعدين وفي تمام الجاهزية لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول وحصاد النصف الأول من العام الدراسي 22-23. من قنا لأخبار طيبة، محمد همام. على الصعيد ذاته ولكن